البزوز، أقصد نانسي بيلوسي تعلنها للعالم: أنا ذاهبة لزعيم كوريا الشمالية، فليرنا ما بجعبته. صواريخ الصين تتساقط في اليابان لترد أمريكا بإرسال حاملة طائرات وسفن حربية قبالة بحر تايوان. وهنا يأتي رد صيني غير متوقع يضع الأمريكان في موقف محرج. بوتين لن نسمح بأي تدخل عسكري في سوريا، والناتو يحذر من تصادم عسكري وشيك مع روسيا، والسبعة تتخذ قرارا كارثيا تجاه موسكو، وامريكا تضع يدها على صيد روسي ثمين، بينما المقاومة الفلسطينية تعلن عن بنك اهداف جديد في عمق الاحتلال الاسرائيلي، وطعنة اماراتية في ظهر المقاومة الفلسطينية. البسوس تقترب من المجنون. بعد إثارة غضب الصين، بسوس العصر لم تتوقف في تايوان، ها هي اليوم في اليابان وبجوار المجنون. ولم تكتفي بذلك، بل حطت طائراتها على كوريا الجنوبية لتزور بيلوسي المنطقة الحدودية مع كوريا الشمالية، والتي تقع تحت سيطرة مشتركة من الأمم المتحدة وكوريا الشمالية، لتكون أقرب بعدة أمتار من الزعيم الكوري. فهل يفعلها كيم ويثلج صدور الصينيين؟ لنعد إلى بكين، والتي لم تكتفي بثلاث دفعات صواريخ باليستية، لتعزز بدفعة جديدة تجاه مناطق متعددة قبالة تايوان، لترد أمريكا وتعلن أن حاملة الطائرات USS رونالد ريغان تجري عمليات دورية في بحر تايوان، بالإضافة إلى سفن حربية من بينها مدمرات، لترد بكين بإيقاف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، أهمها التغير المناخي ومكافحة الأوبئة الصحية ومكافحة المخدرات، وكذلك ملفات التنسيق العسكري، ليأتي بعدها إعلان ياباني غير متوقع، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن 5 صواريخ باليستية أطلقتها الصين خلال تدريب عسكري حول تايوان سقطت داخل المنطقة الاقتصادية. وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن إطلاق الصواريخ مسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومي الياباني، وأضاف أن طوكيو قدمت بالفعل احتجاجا لدى الصين، قائلا إن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ من الجيش الصيني في المياه اليابانية. فعلا لقد فقد الصينيون أعصابهم، والسبب هي البسوس، فلن يترك شي جين بينغ حقك يا كليب. فلسطين تتألم. 30 غارة على أكثر من 40 موقعا، والنتيجة استشهاد 10 من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما، و75 جريحا. ليصرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات الإرهابية التي أزهقت أرواح المدنيين الأبرياء في إسرائيل، بحسب تعبيره: ألا تستحون يا أبناء العم سام بوصفكم لطفلة ذات 5 أعوام بالإرهابية؟ وهنا ترد المقاومة الفلسطينية بعدة رشقات صاروخية يقدر عددها إلى هذه اللحظة ب160 صاروخا، لتعلن مصر أن وفدا مصريا يستعد للتحرك إلى تل أبيب في مسعى للتهدئة. وهنا شركة طيران الإماراتية فلاي دبي تلغي رحلة إلى تل أبيب، ودعت سفارة الإمارات في تل أبيب مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، ولا عزاء للذين يوقعون على زواج غير شرعي، والابتسامة الغبية تشق وجوههم. بوتين وحلف الناتو. حفيد عثمان والدب الروسي على طاولة واحدة،
بوتين صرح قائلا: لن نسمح بعمل عسكري يهدد سوريا. مبنى الكريملين لاعب سياسي ماهر يستطيع أن يعطي بقدر ما يأخذ ليأتي الرد من حلف الناتو. وعلى لسان ينس ستولتنبرغ بأنه يجب عدم السماح لروسيا أن تنتصر في الحرب. ودعا ستولتنبرغ دول الناتو إلى دعم أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل لمنع موسكو من تحقيق النصر. وحذر ستولتنبرغ روسيا من تبعات أن تتجاوز طموحاتها أوكرانيا، مؤكدا أن رد الناتو على مثل هذه الخطوة سيكون ساحقا. وهنا مجموعة السبعة سنبحث حظر نقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بحرا على مستوى العالم، وسنعمل على تخفيف تأثير اضطرابات الإمدادات على الاقتصادات والمواطنين في العالم. مهلا، عندي سؤال: لماذا عندما يغلق بوتين صنبور الغاز صراخكم يملأ العالم؟ الموت. بريتني غرينر لاعبة السلة الشهيرة، التهمة تهريب المخدرات والتجسس. وهذا الجندي السابق في البحرية الأمريكية بول ويلن جاسوس قبضت عليهما السلطات الروسية، وقد اعترفت بريتني غرينر بالتهمة المنسوبة إليها قائلة: أنا أعترف بتهم المواجهة لي، وأنا أتفهم كل ما يقال ضدي، ولهذا السبب أنا أقر بالذنب، وأنا لم يكن لي أي ذنب أو نية لخرق القوانين هنا. أما بول ويلن فهو مسؤول تنفيذي لشركة أمن، ألقي القبض عليه في موسكو في ديسمبر عام 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 16 عاما. الولايات المتحدة الأمريكية قررت تبادل السجناء مع روسيا بهذين السجينين مقابل تاجر الموت الروسي، والذي تم الحكم عليه بالسجن لخمسة وعشرين عاما، والمتهم بدعم عدة تنظيمات بسلاح والتآمر لقتل مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وهنا يرد سيرجي لافروف أن الرئيسين بوتين وبايدن وافقا على صفقة التبادل هذه، وستتم خلال الأيام القادمة. غضب الزعيم الكوري. أصوات المدافع والصواريخ تزعج زعيم كوريا الشمالية، وإذا به يصحو على مناورات عسكرية أمريكية مع كوريا الجنوبية، حيث كان تدريبا على أهداف محاكية لاستهداف المواقع النووية ومخازن التسليح والوقود في كوريا الشمالية. هذه المناورات بلغت ذروتها على الحدود، وقد تصل رياحها إلى كيم، ما قد يثير شهية الحرب لديه. هذه المناورة عرفت باسم سلسلة الموت، فيما استعرض زعيم كوريا الشمالية قبل أيام أسلحته النووية ودعا أمريكا إلى حرب مفتوحة. فهل هذه المناورات جاءت ردا على تصريحه السابق؟ الأحداث والتطورات. سرايا القدس تعلن عن قصف واستهداف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان. قائد الحرس الثوري الإيراني: إن تطور إمكانات المقاومة يؤكد قدرتها على إدارة حرب كبرى، ونحن لن نتوقف عن الدعم الكامل لها. بينما في خلال 24 ساعة الجيش الروسي يعلن عن قصف 4 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني. وهنا يأتي الرد من الجانب الأوكراني أنه تم قصف مواقع مدنية ولم يتم استهداف مواقع عسكرية. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منظمة العفو الدولية بأنها حولت المعتدي إلى الضحية حد قوله، وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرا أشارت فيه إلى أن الجيش الأوكراني يعرض حياة مدنيين للخطر في إنشائه قواعد عسكرية في مواقع مدنية. سيرجي لافروف قال إن هناك مسعى لتوسيع البنية العسكرية للناتو في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وأنه يتم الترويج لإشراك اليابان في خطة التوسيع.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يرفع نبرة التهديدات محذرا الولايات المتحدة من أن إقدامها على أي فعل متهور بخصوص تايوان قد يتسبب في أزمة أكبر. الصواريخ الصينية تفقد سيطرتها، وأمريكا تسعى لاستعادة سيطرتها على شرق آسيا، والناتو يحذر روسيا، والمجنون يشتم رائحة الباروت. فهل تناوله بسوس العصر مبتغاه هذه المرة؟